السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. نحييكم في حلقة جديدة من الحلقات الأخيرة لفقرة كلام اليوم في برنامج رصيدك 8. الأيام مرت بسرعة، لا يفوتني في البداية أن أرحب بالزميل والأخ العزيز فهد معيان. الله يحييك، مرحبا ومسهلا، أصبح على نفسي الطاهرة العزيزة، نفسي التي كان لها رؤية ثاقبة في هذا البرنامج التي كشفت هؤلاء المتسابقين على حقيقتهم. أصبح على نفسي التي تسببت في الكثير من الآلام والأحزان والكوارث والمصائب على رؤوس أولئك المتسابقين، من خصومات إلى استبعادات إلى ما يعني إلى ما لا نهائي. أنا ممتد إلى النهائية وما بعدها. أنا لا بداية لي ولا نهاية، أنا ثابت ومتمدد، وسأكون على قلوبكم وعلى أكبادكم، لن أذهب إلى مكان. أحيي أخي منصور ولا أحيي ذلك الغائب عبد الخالق بخات الذي لا يخبر زملائه ولا يعتذر منهم إنه يعني يغيب. منصور إذا غاب يعلمنا، أنا إذا غبت أعلم الشباب، يعني لازم يكون عند الشباب علم. يا شباب أنا ما بجي اليوم، يا شباب غبطوا، إحنا منا تفاجئ، يحب يفاجئنا سبحان الله تعالى، يعني سبحان الله تعالى. نعم. كمان وليد يحب يسقط عليك إذا ما أنت موجود، تبي تسقط عليه مرة واحدة؟ من وليد؟ وليد لا أراه شيء. نعم، وليد لا يعني لي، وليد عدوي اللدود، ولا أحب ذكره ولا أحب ذكر اسمه. نعم. طيب، يقول تأخرت مرة. يا لأني أنا كنت في الاستوديو أغني. هذا مي العسيري تقول تأخرت مرة. إني كنت أغني في الاستوديو. حتى الشيبان خلص السوالف وبعدين تنتقد. من الشيبان تقصد؟ ما أدري والله. قصدها ليه يا مي؟ تقصد الشباب؟ تقصد صالح المكسر، محمد المرعي، وسالم المشمري. اوه قوية والله، والله ما كنت ادري ان هذا القصد. حرام عليك تجرح مشاعرهم. اليوم ما في الا انا وفهد، فيعني راح نسعد بمشاركاتكم على هاشتاج زد رصيدك 73. راح تسعد لحالك. ليش؟ انا ما اسعد، لا اهتم. لا تهتم او لا تسعد؟ لا تفرق. اسعد ولا اهتم كلها. طيب، اليوم فهد كان في دخوليه لاهل يوسف المزروعي، أمس كان في دخولية لأهل دلبج، دخوليات رائعة في نهاية البرنامج. كيف شفتها أبو محمد؟ دخوليات رائعة روتينية، لا شيء جديد يعني. الله يحييهم، من جاء الله يحييهم، مرح الله يستر عليه. يا أخي جايين من عمان وعاملين دخولية ومسوين فطور للشباب ومشاركات وهدايا، تقول روتين. هل نالك منها شيء؟ هل أفطرت؟ يا أخي هل نالتك هدية؟ هل نالك سلام؟ هل نالك عرفان؟ ما لنا يعني، ما يا فهد معليش. أهل عند هل الم... يعني لو أعطوك هدية كنت مدحتهم اليوم؟ نعم بالعربي. أنا واضح. طيب، إذا فهد معيان يتريى الهدية. عندنا محاور كثيرة يا فهد، تبي نبدأ بالجانب الإيجابي؟ لا لا، ولا تبغى نبدأ بالملاحظات؟ نبغى نبدأ بالجانب السلبي السيء. طيب، خليني أقول لك شيء. في عندنا أحداث اليوم، أنا أشكر لك المنيو. ما يقول صالح مكسر طور في الطبخات المنيو. اي طوروا يعني، المره الاولى قالوا كبده وستيك، الحين كبده وستيك فلافل وشاورما. شاورما ايه ان شاء الله. طيب، عندنا احداث اليوم، في عندنا الهوشه اللي البارح، هوشه البيبسي، في عندنا تلاعب خالد الشمراني بالكابينه. نعم. في عندنا اعترافات للي قاعدين يفتحون سبيس من برا القريه. يدخل واحد يفتح سبيس اي ويعترف اعترافات، يشوفوني زاحف، يشوفوني يعطيهم الكواليس اللي تنفي اللي صار في الهواء كله. في عندنا شبهة جوالات جديده، في عندنا يعني اشياء، اختر ايش تبغى. يا ليت نبدا يعني، انت سلطان الهواء وسيد. طيب ناخذ الاحداث. طيب عشان نبدا شوي شوي. انت سيد المكان ابو علي. طيب اعطونا الاحداث، وبعد الاحداث نبدا في الجانب الاخر. ما تبغى تقول؟
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا. كان هذا ملخص لأحداث اليوم. القرية شهدت عودة المتسابقين الذين خرجوا من المنافسة: سالم الشمري، محمد مرعي، تركي بن فيصل، نايف الخضيري، وأتوقع أنه الأسماء ستتوالى في العودة. هل العودة يعني كانت الشباب جو متحمسين متعطشين للهواء يا فهد؟ نعم، الشباب يوم خرجوا اشتاقوا للهواء، عرفوا قيمة هذا المكان، عرفوا قيمة هذا البرنامج، فأصبحت عودتهم بلهفة وبشوق وبحماس، لكن ندموا في يوم لا ينفع فيه الندم. نعم، أصبح وجودهم وعدمهم واحد للأسف. حلو. طيب، في أسماء بذكرها، أي اسم يسمع اسمه يجينا لكم في الشروع. طبعا مو بشرط إذا جيت أول واحد أنه نأخذك أول واحد، بس خلق قريب لكم في الشروع. فيصل الشهري، يوسف المزروع، فيصل ما موجود، فيصل المطيري، محمد الفهري ما موجود، محمد الدوسري، خالد الشمراني، عبد الله خماش، ما يهمون دولة كلهم، عطنا فيصل المطيري بس. طيب، احنا بنتكلم عن محور فيه ألوت فاكتورز كثيرين، لا وكلهم ادوارهم فاعله. تحدث مع صاحب السويتشر، المتحكم في الكنترول، ال 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 ال, ال, ال الحائك الذي حاك هذه القصة، ترى في مقطع محرك رقعة يعني البيادق في رقعة الشطرنج الذي حاصر فيصل الشهري ببيادقه ونشرهم في تلك الرقعة. فيصل المطيري عطنا إياه بس. يعني يقول لك في التقارير المتعمقة أنك خد زاوية للموضوع، فأنت تشوف أن زاوية الموضوع كله هو فيصل المطيري. نعم. طيب إيش رأيك نشوف الجزء من هذه الهوشة ونرجع لك يا ابو محمد. اعطونا الجزء. تغريدة تقول يا فهد من عبد الله الهويمل، يقول فهد معيان شايف نفسه. شايف نفسه؟ هل تتوقع أن كتب التغريدة هذه لأنك إيه تقول ما يهمك رأي الجمهور؟ لا لا، شوفني هنا، أنا جالس أشوف نفسي في الشاشة الآن. طيب، يقول لك فهد معيان، وين التغريدة؟ طيب، صوت منصور ومعيان نازل وصوت التقرير عالي فوق العالي، الإعداد مصدع. طيب، محمد المزروعي مالك حق تجيب هدية فهد معيان. محمد المزروعي؟ نعم، هو اللي جاب هدايا أخو يوسف. إيه فعلا. طيب ليش؟ لأن يوسف دخل وجمهوره 4 شالي نجمة، بعد فهد معيان زاد جمهوره 4 صاروا 8، فالمفروض اللي يستاهل هدية. طيب نجي على المحور بس عشان الشباب يكون جنبنا لكم شروم. كندا تقول مرعي رجع يا حلوة على الساكت محدرة. أعطى رياكشن. طيب، اشتراك نرفع أصواتنا وأنت عشان ما يغردوا مرة ثانية. أنا ببدأ أرفع الرتم.
أنت جيبهم بس جيبهم طيب. والله نجي سياح والله نجي سياح صداع بس جيبهم. طيب المشاهدين الكرام شفتوا المقطع هذا، المقطع طبعا جزء من مقطع طويل جدا. السالفة بدأت أن فيصل الشهري أخذ بيبسي بارد بدل ما يأخذ بيبسي حار. لا كان معه بيبسي حار وانت صادق حطه في الثلاجة وأخذ بيبسي بارد. ايه وكان في الثلاجة يعني جمع بيبسي باباسي كان فيه باباسي ثانية باردة، يعني هذا مو بآخر حبة. هو أخذ حط الحار يبرد وأخذ محلة بارد. طيب قال يوسف المزروعي ليش تأخذ البارد وتحط مكان الحار؟ لأن الحار هذا بيأخذ هذا نحسب عليك. طيب قال فيصل الشهري، طبعا أنا قاعد أجيب مقاطع، فيصل الشهري قال لي يا فيصل المطيري بما أنه كان مدير الجلسة ورئيس البلدية. لا مو مدير الجلسة، كان مدير الحوار. هو يوم قبعت قام يشعللها، أنا بخصم عليك أنت مية أنا رئيس البلدية. قبل لا قبل الخصم مشوار. قبل الخصم قال أخذت بيبسي بارد. قال فيصل الشهري نعم أخذت بيبسي بارد. قال إذن أنت ضريت يوسف المزروعي لأنك أخذت بيبسي بارد. طيب وفي ثنايا حديثة قال وأخصم عليك 100 ريال. طيب هل فيصل المطيري خصم على أحد قبل؟ لا أنا ما أعرف. قال يوسف جاب مثال الدجاجة، جيب دجاجة نية وحطها وأخذ دجاجة حية وقام يعزز يوسف. قال يوسف المزروعي البزنس بزنس والربعة ربعة، بمعنى أنه لا تكلمونا في الخوة والأشياء هذه لأنه إحنا عندنا مسابقة. دخل خالد الشمراني وفتح الماضي، دخل محمد فهري سمع فيه هوشة جاء إشارة حجز رقم كذا 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 فيصل طيري يعطيهم كذا، يجي محمد فهري يجي عبد الخماش يلا 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 يا خالد الشمراني يلا محمد داسري مخفة محمد. أنا كل شيء شوف في نقطة عشان ما تطول السالفة، أنا الجميع مقتنع فيه. أنا الجميع مقتنع فيه إلا محمد الدوسري. إنه إيش؟ إلا دخول محمد الدوسري. اللي إيش؟ إيش دخلك؟ محمد الدوسري دخل جالس واقف تمام، تأكد إن الموضوع ما أخذ رتب معين يوم نزل. إيه دخل الفهري، الفهري حس الموضوع إنه مناسب للتدخل فأخذ رقم من فيصل المطيري وراح جلس. نعم وقال لي فيصل المطيري ترى أنا أخذت أنا بتكلم، راح جلس. يوم جاء دورك الفهري، طبعا قبل كان في تقاطع صوت، يوم بدأ يتكلم الفهري وقف تقاطع الأصوات، عرفت كيف؟ وبدأ طلع لأنهم يعرفون أنه ما يعرف يسولف بضوء العيد، طلع كل شيء لدرجة أنه طلع ملفات بين فيصل الشهري وبين عبد الله خماش. عبد الله خماش ما له شغل، ما له شغل. أنت ركز شوف تسلسل السالفة. شوف فيصل الشهري أخذ بيبسي من اللي موجود جنبكم في الشروم يا شباب؟ من يوسف المزروعي. انتقل المحور عند فيصل المطيري، اصبح فيصل المطيري هو المتحكم في القضيه، حول المحور عند خالد الشمراني ممتاز، دخل محمد الفهري فاستلم المحور. ركز بين يوسف الان، يوسف اختفى خرج اللعبه، اصبح عند المتحكم. يوسف بيدق قتل خلاص. حرك الفيل اللي هو من محمد الفهري، تحرك الفيل بحركه معينه حتى يعني يغطي على 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 يوسف الشهري، بعدين حرك عبد الله خماش، بعدين حرك محمد الدوسري، حركهم كلهم بلا استثناء. طيب ليه معنا في الكونفرنس روم لا تنسى خالد الشمراني ومحمد الدوسري. طبعا صوت العقل في هذه القضيه كان بخيت قال يا جماعه خير قايت الكلام كله هذا عشان بيبسي، انا اطلبكم على لقمه قفلوا على لقمه قفلوا ايوه قفلوا. زعلوا على بخيت مع فيصل. معلومه ما تعرفها، هل تعلم ان بخيت بعد الهوى تمشكل مع فيصل لانهم زعلوا عليه؟ يوم زعلوا عليه راح تمشكل سوى مع فيصل مشكله ترى تحت الهوى عشان يرضي فيصل المطيري. انا ترى في بدايه البرنامج وانت تذكر. طيب هنالك كواليس، الجميع كان شوف الجميع الكواليس نفتحها يا فهد ولا ما نفتحها؟ لا نفتح كل شيء وما فتحوا. لا هو شوف كان بدا يتكلم الخماش بلهجه العاقل اللي بيهدي الامور، هنا صار الكت او فقره ثانيه او الله اعلم. لا خلينا نناقش، لا ناقش اللي على الهواء بعدين نشوف تحت الهواء. طيب اللي على الهواء انا اشوف انا كنت قد قلت في بدايه البرنامج لعلك تذكر يا ابو علي، انا قلت ان فيصل الشهري محارب من قبل من قبل فيصل المطيري عبد الله خماش.
ممتاز. وثبتت وجهة نظري ليلة البارحة من علبة بيبسي. يعني رجاجيل طول وعرض أخوة وما أدري شو تقولون، ونحن مطاليق ومتخالص، كشفهم علبة بيبسي وليست فارغة، علبة بيبسي كانت حارة وباردة بس هذه كشفتهم. حلو. طب ايش رايك في تغريدة لإليزابيث تقول نفسي أعرف ايش دخل فيصل المطيري في هوشة أمس؟ هو ما له دخل، حتى المتسابقين اللي دخلوا معهم بالهوشة غلط عليهم، مفروض بين يوسف والشهري أو غلط عليهم. يا أختي إليزابيث الله يسعدك، يعني احنا ايش جالسين نقول؟ جالسين نقول ان الريموتات حقت الشباب عبد الله خماش، خالد الشمراني، محمد الدوسري سوامبه طبعا ما يحسب، خالد الشمراني، محمد الفهري، ما فيصل المطيري حركها حتى يقتل فيصل الشهري، ولكنها اتت عليهم عكسيه يعني. طيب ريلام تقول وربي ميت ضحك من معيان ومنصور الله يدخلهم الجنه. اللهم امين. اللهم اول دعوه صراحه استقبلها في. طيب اعطونا الشباب وكل شيء موجود وكل المعلومات متاحة وكل بالصور والإثباتات والأدلة. خالد ومحمد الدوسري هذولا كانوا موجودين على الهواء، قضية تحت الهواء من جهة. حياك الله يا خالد، حياك الله يا محمد الدوسري. السلام عليكم، صباحك الله بالخير يا أخي منصور. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا خماش. تسمح لي طال عمرك يا أخي منصور؟ تفضل. أولا أكبر مخفة في تاريخ كلام اليوم فهد معيان، انتقي ألفاظك اليوم 72 إلى الآن ما انتقيت ألفاظك الله يصلحك. أنا لا أراك ولا أبغى أكلمك ولا أبغى أناقش، أنا أبغى أكلم اللي حولك، أنت ما أشوفك. البارح كان في خلل ما أشوفك أنا، ما أعدله. أخوي البخات يقول عبد الله خماش خذ 4000 وأنت تقول 2500، هذا خطأ فادح. طيب خذ 3000 ريال. شكرا. يا محمد لبقلب أنا طول عمر عددني يا منصور فهد معيان. أتوقع إذا كان لك نجومية يا محمد فأحد أسباب الرئيسية هو فهد معيان. نبيه؟ فإذا أنت تبغى تسقط على فهد معيان هذا الإسقاطه ما أسقط، هو اللي بادي، هو اللي قال ما في مشكلة. إذا ما يعرف معنا مخفض المحور مشكلة. المحور ما هو محورنا، خليني أجيك واحدة واحدة. طيب. عبد الله خماش أنا أروح أبدأ من حيث انتهى الآخر. انتهى المقطع بعبد الله خماش. عبد الله خماش إيش الكلام اللي كنت تبغى تقوله على الهواء وما طلع في هوشة البارح؟ أول شيء الله يطول عمرك، اللي حصل أمس ما هو مجرد موضوع بيبسي وما أدري. ارفع صوتك يا عبد الله. ها؟ ارفع صوتك. أقول اللي حصل أمس ما هو موضوع بس مشروب وحار وبارد، ما تدخلوا الشباب في هذا الموضوع إلا الموضوع قال فيه أخوة، وفيصل الشهري أخ وعزيز وغالي وتجي بين الأخوان، هذه نقطة. لا 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 فين دقيقة. هذا الكلام اللي كنت تبغى تقوله؟ لا 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 لا. إيش الكلام اللي كنت تبغى تقوله في بيت الحكمة لأنه ما طلع على الهواء؟ أنا كلامي كله طلع صح؟ لا ما لا. طلع لأنك رحت أنت مشكلتك أنت بديت بداية كأنك تبي تهدي الأمور بعدين قطع الهواء بعدين سحب ريموتك فيصل المطيري. طيب إيش اللي صار يا عبد الله؟ يا فهد إلى متى هذا المصطلح؟ إلى متى؟ اسمع يا فهد بس جاوبني يا عبد الله وارجع لفهد. أنا بجادرك يا منصور، خل فهد شوي بنفداك. طيب اللي طلع اللي ما طلع على الهواء انا ما ادري والله ما ادري ايش وين وصلت وين، اعرض لي المقاطع واكمل لك تراني واضح. لا 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 دقيقه الان ايش قلت انت في بيت الحكمه امس في بعد في نهايه المشكله؟ ايش قلت انت؟ ايش كان رايك في القضيه في المشكله في الهوشه؟ تكلم عبد الله. ايوه انا داخل يا طويل سلامها اضبط اضبط الموقف وابين المخطي من اللي ما هو مخطي. العيال يوم تكلموا على فيصل كانوا يبينون حاجات الفيصل. طيب وحاجات حقيقيه واقعيه وبرنامج واقعي لابد ان احنا نتكلم. وكنت تبغى تبين المخطي اللي هو مين يا عبد الله؟ ها؟ كنت تبغى تبين المخطي اللي هو مين؟ كل واحد يا طويل العمر والسلامه قد اخطا في ذا البرنامج، ما في احد مخطي. احنا نتكلم عن مشكله البارحه ولا نحط اللومه عبد الله خماش. عبد الله خماش اصبر اصبر اصبر، احنا نكلمك عن مشكله امس، من كان المخطي؟ أنا ما أحكم، أنا دخلت يا طويل العمر والسلامة. أنت تقول أنا أبغى جاي، أنت قبل شوي تقول جاي أعلمهم من المخطي. أنا دخلت يا طويل العمر والسلامة. يا عبد الله خماش لو سمحت، أنت قبل شوي تقول أنا دخلت بيت الحكمة في المشكلة حتى أعرفهم من المخطي، تقولها كذا، من طلع المخطي؟ أول شيء ترى أنا ما دخلت إلا عقب ما قد تكلموا في الموضوع. طيب ليش تشارك؟ ما دام اعذرني دقيقة، ما دام ما دخلت يا عبد الله خماش. يا عبد الله خماش دقيقة، ما دام ما دخلت الله يسعد إلا بعد ما خلص الموضوع ليش تشارك؟ إيه لا أنا بقول لك نقطة. إيش؟ فيه نفس فيصل أشخاص
في يا طويل العمر والسلامة أنا كمتسابق ينخصم من رصيدي 80 ريال 85 ريال يوميا. في أشخاص يا طويل العمر والسلامة. طيب يا عبد الله يا حبيبي يا منصور بعد إذنك الله يخليك لي يا عبد الله من موظف المطعم يراعيهم يعطيهم بلاش. فهذا شيء بعد يا عبد الله الله يسعدك. الآن أمس أنت تكلمت وبعدين تهاوشت أنت والفهري. طيب أنا تهاوشت مع الفهري؟ نعم. ما كان تهاوش، قطع كلامي في موضوع وقلت مليت اقطع بس. لا انت يا عبد الله كنت تبغى تصل الى موقف اعلامي معين براي محمد الفهري وزعل عليك على هذا الاساس. يا ايش اسس على النبي صلى الله عليه وسلم. انا ترى النقطه اللي ترى انت جاوبني يا عبد الله عشان ما في اوضح مني عشان ما كل شويه اقول يا عبد الله ترى صار كذا ترى صار كذا. انت يا عبد الله دخلت بمداخله، هذه المداخلة ما طلعنا منها بشيء، لكن الحين دقيقتين ثلاثة تسولف. لا 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 خليني أقول لك، أنت جبت لي حددت لي موضوع طيب. الفهري ليش زعل عليك حمد الفهري؟ الفهري يا طويل العمر والسلامة أنا كنت مسترسل في الكلام وكنت أبغى أدخل يا طويل العمر والسلامة في الكلام وبين حاجات في خاطري. قلت يا طويل العمر والسلامة أنت يا فيصل ما أنت مخطي والشباب ما هم مخطين، أنكم بينتوا اللي في خطركم هنا في البث. فزعل عليك محمد الفهري عشان هذا الكلام. قطع علي محمد الفهري في هذا الشيء، وكان انا اتكلم لا تقطع كلامي، هذه بس محمد ما بيني وبينه شيء. طيب. ولا بيننا اي حاجه. محمد الفهري الفهري يقول ان فيصل الشهري مسكك تحت الهواء وقال لك والله لا اضغطك على الهواء، خلك معي بكمل بعد فاصل. فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع لكم ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا. الشباب باقي معنا لكم في الروم؟ شباب معك يا منصور. يا شباب اللي كنتوا تقولونها في الفاصل ترى طلع على الهواء، ايش رايكم بالكلام هذا؟ شوي طلع ما طلع صدق ما طلع، تكفانا فداك نطلع طلعوا الامور طيب. الامور الامور ترى طيبه. طيب منصور قبل فاصل ايش ما طلع شيء بس يا اخو بس الكلام بطني. الكلام كله موجود يلا قوله مسجل. لكن بنقول لي هذا احنا الان وصلنا يا شباب الكلام الخماش انه خماش زعلت عشان الفهري تكلم وبدا يطلع الملفات كلها صحيح. ايش رايك فهد؟ غلط. شوف يا طويل العمر السلام غلط 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 يا منصور اصبر 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 عبد الله خليك صريح معي. عبد الله اصبر خليك صادق يا اخي. يا اخي انا معك تقطع كلامي وتقول خليك صادق يا عبد الله خماش اسمح لي خليك راس كان لا خلاص تبع 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 ما جابته امه اللي يقول عبد الله خماش ما هو براس. شوف يا عبد الله اهدى عبد الله عبد الله اسمع يا منصور عبد الله زبده الكلام عشان انا طولت يا طويل العمر يلا اختصر الفهري انا هنا معك من اول الفهري الفهري تكلم يا طويل العمر والسلامه وبين حاجات انا ما تدخلت في الموضوع وبينت الكلام وبينت كل اللي في خاطري الا لما جاء الموضوع من باب خوه. حن الى يوم 72 وحنا ناكل سوا وعلى سفره واحده وكل شيء واضح منه اللي ما ياكل معنا من اللي ياكل معنا. يعني هذا الموضوع اللي انت يا عبد الله شفت الشباب البارح كانوا غلطانين وشفت فيصل الشهري كان غلطان صحيح؟ يمكن يا طويل العمر والسلامة أنا هذا كلامك وجهة نظر عبد الله خماش. أنا ترى ما كملت كلامي. محمد الفهري زعل لأنك أنت كنت تبغى في ذمتي يوم ألقى ربي فيصل الشهري أمس إنه غلطان على الشباب وفي حقه. والشباب غلطانين؟ ما أبينوا اللي في خطرهم، ما حد يا طويل العمر والسلامة قال شيء ينكذب. طيب ليش تروحون الكونفشن روم وتفصلون الكاميرا؟ كيف؟ ما حصل. ها والله الذي لا اله الا هو. لا تحلف لا تحلف لا تحلف والله ما دخلتك في شر. انا اخر ليل الصيف الاعمى ذا اللي يعلم لكم من هو الغرفه اللي عندكم في الروم الغرفه اللي في الهاوس يركم في الروم اللي جنبها واضح معلومه واتس من واتساب والله يا منصور معلومه غير صحيحه يا خالد معلومه من الواتس. طيب يا خالد كشف عبد الله خماش دقيقه خلاص عبد الله خماش لا بس دقيقه ارجع لك. السالفه بين يوسف المزروعي وبين فيصل الشهري ايوه دخلت يا خالد الشمراني تفتح ملفات على فيصل الشهري قديمه لا 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 انا ليش هل كنت تراقب فيصل الشهري طول الفتره الماضيه تنتظر اللحظه هذه علمك يا حبيب قلبي كل شيء موجود ما في خوف سلام صل على النبي
فيصل الشهري كان يسجل عليكم وانت ما تسجل عليه صح؟ انت ما نتكلم صح؟ طب اسألك جاوب كيف؟ اسألك جاوب ماشي. فيصل الشهري كان يسجل عليكم وانتم ما كنتوا تسجلون عليه. ايوه رب الكعبة. طيب وسجل على فهد معيان شوف جنبك. هذا الكلام صحيح يا محمد دوسري؟ سجل فهد معيان باسمه. ها شوف محمد دوسري هل هذا الكلام صحيح؟ ما صدقت ما صدقت والله هدوا يا رجال طالبكم هدوا اسلم يا منصور. هل هذا الكلام صحيح ان فيصل الشهري يسجل على الشباب وهم يسجلون عليه؟ هذه الله اعلم، لكن اللي يعرف عليه محمد بن مساعد. انا ماني بقول يلا على خلقه، لكن فيصل الشهري كان يسجل حتى على الصامولي، انا مسجل عليه صامولي، صامولي بالجبل. اما الشباب اللي يعرف من الشباب كل ابوه منهم متى ادخل ريلاكس. طيب امس فيصل الشهري في البيت الحكمه يوسف المزروعي وفيصل المطيري ومحمد الدوسري ومحمد الفهري وخالد الشمراني كلهم يهاجمون فيصل الشهري عشان بيبسي حار وبارد. بالله يا شباب هل هذا اللي يا واحد ما علمت؟ تفضل يا خالد كلكم هاجمتوا فيصل الشهري عشان عنده بيبسي. لا تحسبون انه مسلم. عبد الله خماش، عبد الله خماش كان هو اهدى واحد، هو اعقل واحد، كان بخيت خلاص بخيت لما طلع وقال يا شباب لا نتخاصم على بيبسي ما طعتوه حتى بخيت هاجمتوه. طيب الحين عبد الله خماش ينكر اللي سواه البارح. خل خالد خل انا عرفت ليش كل شيء يقول في حلقتكم واحد من الصياح صداع. انت ما شفت صياحكم البارح؟ بكره يا منصور بس انت اللي تقدم. انت ما شفت صياحك امس يا خالد؟ صار الليل خليني اتكلم. خالد شفت صياحك امس؟ قول خليني اتكلم. كانك فيصل الشهري امس. خليني اتكلم. انا فيصل الشهري كلكم علي؟ طيب ايش تبغى تقول يا خالد؟ امس يا طويل السلام انا ما اتكلم. جاء فيصل الشهري قال انتم 71 يوم ما قدرت الخوه اللي بيننا تسجلون علي عصير. عرفت؟ قلت يا فيصل ابعد الخوه، ما لها شغل الخوه اني اذا سجلت ما كلمك ما كلمك ما كلمك يا اخي ما كلمك ما كلمك والله يا طالب يا فهد عيان انا طالب اي كلين اي كلين انا طالع النبي سال النبي سال النبي لو سمحت لو سمحت انا اتكلم موضوع لا تقص خالد خالد برجع لك خالد سال النبي برجع لك خالد برجع لك محمد الدوسري فانا زي ما قلت لك لا اعرف فلا ابغى اكلمه وخالد الشبراني خالد الشبراني سحب ريموت بدري فلا ابغى اكلمه انا بكلم عبد الله خمر ما انا اتكلم مو بعد اذنك اسكت اسكت يا شباب يا شباب يا شباب انا اتكلم انا طالب اي كلين بصرف خالد معيان بعد اذنك عبد الله خماش انا حاب اوصل يا عبد الله خماش انت يا عبد الله خماش دخلت انت الان تقولك دخلت بعد ما قامت المشكله. هذا تساؤل عظيم ان ليش تدخلت ما دام المشكله قائمه قبلك؟ ايش الحكمه؟ خالد الشمراني هذا النقطه الاول. النقطه الثانيه المشكله لو سمحت يا عبد الله خماش الصدق اللي انت ما تبغى تقوله ان محمد انك كنت تبغى تنصر فيصل الشهري فقال لك محمد الفيري يا عبد الله خماش لا تكسب جميل على حساب خوياك فقلك خلك راس يا عبد الله خماش يقول الصدق. والله والله العظيم انا صادق انا صريح اسمع انا يا خالد الشمراني وانت يا خالد الشمراني انت يا خالد الشمراني ما كنت تصيح على فيصل يوم ضعيف لحاله ومسكين الا يوم ارسل فيصل الشهري يا رجال تعلمكم عشره ما يكون رجال وراس يقدح من راسه ويقول كلمه الحقيقه فهد اما انت يا محمد الدوسري في الاسم اسمعني انا والله يا فهد ما ودي حدث زي هذا انه ياخذ من 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 جهدك ووقتك لكن سامحنا لو ايش لو اثقلنا عليك اليوم يا شباب امس كان هواش وتقاطع اصوات الان ثلاثه تقاطع اصوات حتى انتم بينكم بين تتكلمون سوا يا شباب افتح لي مايكاتهم لو تدخلتوا مره ثانيه انا اروح عند فهد معيان ما حد يسمع يا شباب انتوا لو ترتبتوا يا ثلاثه القريه كلها ترتبت خماش دقيقه ليش خماش انا اتحاكى قال خماش انا اقول خماش يا خالد انا خدت شرايه قلت عندي انا اقول خماش يتكلم ولا انت انا اقول خماش طيب يا منصور ليش فهد قطع كلامك انا اتكلم انا اقول خماش باقي عندك انت باقي خالد باقي لك محور ثاني خالد مين محمد الدوسري بجيك انت اول من هاجم ابو علي بعد اذنك عبد الله خماش ما هاجم بس اسئله سالتها ابو علي ما جاب خلنا نقدم يبغى له مقدم يا شباب انا مقدم يبغى لي مقدم نحترمك يا خالد الشمراني اسمعني الله يرحم والديك لبي ممكن
محمد دوسري اخر برنامج ما بقي له الجمال. اقسم بالله الله يعطيك العافيه. طيب منصور عبد الله خماش بختم معك الحوار. خل خالد يقول نقطه. يا عبد الله خماش اسمعني بس. تم اسمعني بس. الان انت سبب فصله الهواء امس، والان التغريده هنا تقول والله كفو خماش جلد فيصل ويستاهل. هل هذا الجلد قصدهم الان ولا على الهواء ولا تحت الهواء؟ شوف اول شيء بين الاخوان ما فيه جلد، امس مصافقه رجال كل واحد بين اللي في خاطره والحيله. اسكت يا محمد اسكت يا محمد اسمع. فانا عيب علي جلد ما جلد، لكن يا طويل العمر والسلام هذه سياسه برنامج من باب الاكل، وهذه الامور ما يدخلها فيصل في موضوع اخوتنا اللي هي سبع اليوم. ممكن اسكت شوي؟ طيب هذه نقطه ما تكلمت. هذه نقطه عندي وجهه نظر ابو طرح. باخذ سؤالك عبد الله. سوي لها ميوت عبد الله. خالد بجيك يا خالد. يا شباب ما تعلمون تسكتون. كلم فهد. كلم فهد ولي قاطع. فهد يا اخي اسكت يا اخي. عبد الله خماش في سؤال عند فهد معين ابغاك تجاوب عليه. يلا تفضل يا فهد. يا عبد الله انت امس انت الان تقول انك حياكم الله. نعتذر لهذه القطعة، ما احتاج ابرر لكم. جزء من اللي صار في البارح في بيت الحكمة صار في الكونفشن روم وصار الكت مرة ثانية. يا شباب انتم اكبر من كذا. يا شباب انتم مشروع، كل واحد منكم مشروع اعلامي يطلع بكرة لما يجي في الكونفشن روم ثلاثة يتكلمون فوق وتداخل اصوات والفاظ الواحد ما ينتبه لها وناس رقابة وراك انتم يا عشان تنتبه لكلامك، هذا مو بسلوب. يعني نفس اللي صار امس هو اللي صار اليوم. فهد الشباب في قلوبهم شيء واضح. هو تحليل واضح. يعني اعذرني امس اللي صار كله واضح. كان بين فيصل الطرف الاول، فيصل الشهري، الطرف الثاني يوسف المزروعي. عبد الله خماش بلسانه قبل شوي يقول انه دخل في نص المشكله بعدين قام يتكلم. ايش دخلك؟ الكلام ما هو موجه لك ولا انت المعني ولا جاك من وراك ولا مندوك، ليه تدخل؟ محمد الفيري كذلك، فيصل المطيري قام له في يدير الحوار وينصر الشباب على فيصل الشهري، خالد محمد الدوسري قام يطقطق على فيصل الشهري وما له دخل الين قام محمد الفيري يطلبه. انا عندي مشكله بس شوف فيصل المطيري لا الومه لان هذه قدحه من راسي، انا عندي مشكله في اللي تصرف بناء على والله خويي قال لي. عبد الله خماش امس غير وجهه نظره كامله بسبب ايش؟ بسبب ان محمد الفهري يوم زعل عليه قال لا تجمل على حسابنا. صحيح. قول الحقيقه. صحيح. هو ترى النيه انه كان يوقف يوسف فيصل، قال محمد الفهري لا تجمل على حسابنا، قصده نحن شبحنا كلنا قلبنا على فيصل الشهري. يلا اقلب عليه عبد الله خماش. عبد الله ما عجب ان قلنا الكلام هذا وقام نفى الموضوع. ايوه فقام قلب على فيصل الشهري. الفكره ليست هنا، الفكره من باب الادب، من باب اللباقه والادب. ان خويكم كان يتكلم عن فكره بيبسي بارد. الفكرة هو قال بنفسه، قال بيبسي بارد نكثت ما في صدوركم كلكم 10 رجاجيل، ما قدرتوا تمسكون عماركم عشان بيبسي بارد. الخطاب كان بينه وبين يوسف المزروعي، تدخل فيه محمد الدوسري وخالد الشمراني محمد الفهري عبد الله خماش وفيصل المطيري. اعطيك ابعد من هذا. ليه طيب؟ اعطيك ابعد من هذا. الان يوم الموقف البسيط سوى كل هذا، الان بس فتحنا الموضوع، انا ظنيت الموضوع امس وانتهى. فتحت الموضوع، اسقطوا على المقدم، اسقطوا عليك، اسقطوا على الجمهور، اسقطوا على الاعداد، اسقطوا على الواتساب، اسقطوا. شفت الرمي العشوائي؟ هذا خالد الشمراني وهذه خلاقينه. يعني لا غريب للامانه، لا ما نستغرب شيء من خالد، امام صاحب الموقف. واذا جاء صدق، واذا جاء صدق وجاء الواحد بيطلع منهم ولا جاء يصور في السناب حق البرنامج قال لا يغركم اني انا زعلت من فهد معيان، والله انه هو اللي ورانا وانه هو اللي نجحنا وانه هو اللي كذا، وانه اذا جاء صدق ما شوف ولا بكره يفتح سبيس يقوم يطلع مثل ما سبق. لكن انا قد قلت احنا نسالهم يا فهد عن شيء صار على الهواء. هذا الشيء صار على الهواء يا اخي. جاوب، ايش دخلك يا عبد الله خماش؟ والله يتكلم عن الخوة. طيب كلام ما هو موجه لك ليوسف المزروعي، ايش دخلك؟ لا يروح يمين يسار، ايش دخلك؟ يا ايها الذين امنوا شبابكم لا تسالوا عن اشياء تبدو لكم تسؤكم. يا اخي اتق الشر يا اخي، تقول تدور المشاكل. انا من اول يا عبد الله خماش قد قلت لك نصا، شوف يا عبد الله خماش تقصد فيصل الشهري. محمد الفيري امس غير رايك. انا شوف الاثنين اللي على جنبك احترمهم على المستوى الشخصي لكن لا يعلون لي لان ارائهم ما يفيدهم. انا عارف خاصه محمد الدوسري رايه ما يفيده. امس قال لمحمد الفيري قم قال لمحمد الفيري اجلس جلس. فانا اشوف الشخص اللي رايه ما يفيده ويخاف لا يعني لي شيء. انا حاكيك عبد الله خماش من بدايه البرنامج وانت وفيصل المطيري، فيصل الشهري هذا عدوكم اللدود، اربع دقائق ومحمد السريعي عدوكم اللدود، ما له داعي.
خلاص باقي أربع أيام يا أخي، ما قدرت تستحي ولا تخرب البرنامج. السريع هنا يقول بس غير صحيح. بس طيب. بس يا عبد الله خماش، سؤال يا عبد الله، سؤال يا عبد الله خماش، ولا أي حاجة طويلة، سؤال يا عبد الله خماش، سؤال يا عبد الله خماش. خلني اتكلم يا اخي، يقول في كلام يا اخي خليل. سؤال يا اخي، انت تكلمت الهوا كله 16 ساعه، خلني اتكلم انا هنا شويه. تقطع كلامي عبد الله، خلني بس اخذ منك معلومه. فيصل الشهري، فيصل الشهري قال لك تحت الهوا بضغطك. اي والله انها صارت في ذمتي. ليش اضطريت تحت الهوا وهو ما اضطر شيء؟ فهد حاضر، اسمح لي، اسف. طيب الله يهديك، ليش محمد الفهري استخدم هذه النقطه امس وقاعد يضغط على فيصل الشهري؟ لانه قال لك تحت الهواء بضغطك يا عبد الله خماش وخذاك كبري. لان اخونا فيصل الشهري. أيوة. فيصل الشهري يطول العمر والسلامه قال هذه الكلمه لي، وكان محمد موجود. في يوم محمد يعد الكلام عدها. طيب عرفت، لان فيصل الشهري طلع يطول العمر والسلامه ورجع علينا وبدا يطول العمر والسلامه يقول للشباب امور، والشباب قالوا لهم، قالوا ردوا عليه بنفس الرد. لا يعني محمد، يعني فيصل الدوسري، فيصل اقول لك، فيصل الشهري فيصل دقيقه، فيصل الشهري تحت الهواء قال لك يا عبد الله خماش والله لا اضغطك. لا لا دقيقه يا عبد الله، دقيقه يا عبد الله، دقيقه فهد باختصار عشان برجع لهم. فيصل الشهري ليش يروح تحت الهواء ويقول لعبد الله خماش والله لا اضغطك؟ اترك رايي واترك كلام عبد الله خماش، ونسال المشاهد الكريم، هل ما بدر أمس يدل على أن فيصل الشهري تطلع من هذه الحركات، ولا هذه الحركات تطلع من الرجاجيل اللي يستحدون ضده؟ رجال كبير مقدر مؤدب ما أخطى على أحد. وش دخل المشاهدين؟ الحركات هذه تطلع على ناس. دقيقة اسمع يا شباب نقفل مايكات. ايوه عبد الله خماش أعطيناك فرصة، أعطني فرصة شوية لو سمحت. محمد الدوسري شوف ايش يقولون هنا، تقول انه منصور تجيب محور ناقص وحط السالفه كلها على خماش ومطيري، خلك منصور يجيب السالفه من اول. وين فيصل مطيري يا فهد؟ ما جاء، ما هو في القريه. اقول الصح، وين فيصل الشهري؟ ما هو موجود. وين محمد الفهري؟ ما هو موجود. ما لقينا الا اثنين. محمد الدوسري هم في ايديهم. محمد الدوسري، محمد الدوسري باختصار ارجو اولا يا محمد الدوسري ان تكون مداخلتك موفقه قبل ما تبدا. ايش تقول؟ رقم اثنين، ما سمعت محمد الدوسري. دخلت امس في النقاش حلو، وكنت تقول كلام وتقاطع وكذا. محمد الدوسري باختصار حلو، هل انت تشوف فيصل الشهري الغلطان ولا الشباب الغلطانين؟ جاوبني بعدين برر. دقيقة، انت لا تسألني وتقول جاوبني برر. لا، من الغلطان؟ لا دقيقة، من الغلطان حبيبي يا منصور؟ من الغلطان؟ كل محور. لا لا لا، من الغلطان؟ بسبب تدخل. من الغلطان؟ انت بتعرف الحقيقة والجمهور. محمد الدوسري تجاوبني ولا لا؟ من الغلطان؟ انا بجاوبك من صياغة كلامي تعرف الجواب. سكروا صوته. شوف خالد الشمراني، عندك أكثر من محور يا خالد، وأمس كثرت كلام على فيصل الشهري وجبت التاريخ كله، وفيصل الشهري اضطر انه كمان هو يقول تراني مشيت لكم اشياء، وتراني اعطيتكم البطاطس اللي جبتها، وطلعت من القريه واعطيتكم الاشياء في الثلاجه ولا حسبتها عليكم، وانتم الان كلكم تتجمعون علي عشاني بدلت بيبسي ببيبسي ثاني. بيبسي بارد، بيبسي حار، بيبسي حار، بيبسي بارد. خالد الشمراني طلع ما في صدوركم. خالد الشمراني اللحظات، محمد الدوسري مايكك مسكر يا محمد، خلاص لا تتكلم، تسولف مع نفسك، لا تتكلم. خالد الشمراني باختصار يا خالد، بسألك سؤال واضح يا شباب، سؤال واضح يا خالد. اول شيء صل عني، خلينا نتكلم، عندي فيديو خالد. خلينا نتكلم. الناس البارح قاعد يقولون خليني اسالك السؤال. طيب بعدين نتكلم عشان اعلمك حاجه. خليني اسالك السؤال بعدين نتكلم. خالد الشمراني، الناس قاعدين يقولون اللحظات اللي فقد فيها خالد الشمراني اعصابه في القريه وزعل ما تنعد على اصابع اليد الوحده. خالد من الناس اللي يعني قلبه على، وابدا البارح كان زعلان ولا هو البال الواسع اللي نعرفه. باختصار يا خالد الشمراني ليش زعلت؟ طيب بعد تفضل. اول شيء طول عمر السلامه، انا ما اخطيت على الجمهور، خلاص كيف ما اخطيت على الجمهور. فهد معيان اسقط علينا واسقط. لا 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 شوف، لا تطري فهد معيان الا بخير. طيب خلاص، انت تقول الجمهور نقول فهد معيان، انت تقول الجمهور قروب فهد معيان، وانت تقول التغريده اني قالتها لك من فهد معيان، وهذا الان قاعد تقول انا غلط على الجمهور. الا غلط على الجمهور. جمهوري ما هو قايل ذا الكلام
يا اخي العزيز انا ما اقرا تغريدات جمهورك، انا اقرا من التاج. فهد معي اجلس معك ويرسل الجوال. يعني الجمهور انت تشوف الجمهور ضدك يا خالد؟ لا مو ضدي. اجل طيب ليش زعلت البارح؟ انا صل على النبي، انا الجمهور يحب كلمه الحق. ليش زعلت البارح؟ جاوبني بسرعه يا اخي. ايش كان عم في اختبار يا اخي؟ جاوبني بسرعه، ما ينفع معكم الا كذا. طيب يا اخي ايش ذا الكلام يا شباب؟ انا اطلع وسط. فيصل المطيري رئيس البلديه أعلنوها قبل أمس. كالله كارثة. يعني في نهاية المطاف، في نهاية البرنامج، لأول مرة يفوز فيصل المطيري بالبلدية. ما يحتاج. طيب فيصل المطيري كان من يعني الأكثر تأثير، الأكثر جماهيري، الأكثر. ليش ما فاز يا فهد في آخر البرنامج؟ لأنهم شافوا ما يحتاج. فيصل يعني رئاسة البلدية كانت تحتاج أنهم يظهرون أشخاص ما ظهروا. فيصل المطيري كان مسيطر على الشباب مثل ما تشوف، خلى شخص واحد يعني كان يعاتب زميله على بيبسي حار وبيبسي بارد، قام فيصل المطيري وخلى 7 أشخاص يقلبون على شخص واحد عشان بيبسي حار وبيبسي بارد. فوق رئاسة البلدية رئاسة رقعة الشطرنج. هكذا أعزائنا المشاهدين يظهرون الشباب كلكم وشوفوهم. يعني وما خفي أعظم. والله العظيم. والله المنظر اللي صار أمس مؤسف، وإني ما تمنيت الأمانة نهاية برنامج. يا أخي اتركوا لكم ذكريات جيدة. رجال واحد الناس كلها تعرف عنه طيبته وعفويته. نعم. وإنه ما يؤدي أحد. حتى أنا مرة هنا أخطيت عليه وندمت واعتذرت في نفس الوقت. أنا يا فهد معي نادق قل وما ندر أني أعتذر. تجون أنتم 7 أمس تحاولون تطلعونه في صورة سيئة، ولكن لا يحق المكر السيء إلا بأهله. فصل بلدية فصل المطيري أتت متأخرة، ما حلفها التوفيق إلا في نهاية المطاف. ما أعتقد أنه بيكون لها تأثير، لأن الحفل بيكون يوم الثلاثاء. بلدية فيصل المطيري عنوان بلدية فيصل المطيري أسوأ بلدية مرت على برنامج زد رصيدك، لأنها أظهرت التحزبات على السطح. كانت جزء في تلك الفرق، كان يهدد يعني فوق الهواش والقدح في فيصل الشيري، كان يهدد أن يخصم عليه 100 ريال. ما هكذا تورد الإبل يا أخوان، عيب عليكم. والله العظيم اللي صار أمس إنه شيء مؤسف للغاية. محاور عندنا كثير، أنا ما أدري صار على كلينة. الله يدخل معيان الجنة ويوفقك، برد خاطري ووقف مع الحق. طلعت الحزبية اللي ذبحونا فيها. عبد الله خماش، يعني احنا سألنا كسلة كثيرة بالكم شروم يتملص، ما جاوبت إلا على سؤال إن فيصل الشهري قال تحت الهواء بضغطك. بن فيري ما طرت لأي شيء رغم الهوشة صارت بينكم. أنت كنت ما أدري يا عبد الله خماش إيش تبغى توصل له. يعني خلني ناس تبعلم عليهم وناس ما تعلم. خلني أكشف أنا اللي تحت الكواليس. أنت كنت يا أبو علي مهني جدا، أوقفتني مرتين حتى أنك تدع المجال الكبير لعبد الله خماش لينقذ نفسه، وسألته أسئلة واضحة وتقول اترك يا فهد معيان اسكت، وسكت وسألك 10 أسئلة. إيش دخلك؟ رقم 1. 2، ايش صار بينك وبين الفهري؟ انت ايش كانت وجهه نظرك؟ ايش كنت تبغى تقول؟ ايش الكلام اللي ما طلع على هواء وكنت تبغى تقوله؟ ايش يعني هذه الاسئله كلها ابو علي؟ انك تحاول انه يحسن منظره السيء اللي خرج به البارح ونهايه برنامج. بس نهايه برنامج يا اخي، ما له داعي يا اخي. المنظر اللي صار ترى نقطه سوداء في تاريخ. واذا عندكم شو يا شباب، كان من الايام الاولى يوم اقول لكم تفاعلوا. انتوا جيتوا في اخر الايام يعني تسوون مصايب واسقاطات. انا مبسوط والله ابو علي، لن وجهه نظري ثبتت ان 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 ان, إن هذاك الفريق كان عادي فيصل الشيء. والله انا يوم صارت المشكله يا فهد ما ذكرت لك كلامك في البدايه. والله كنت اقول يوم تقول فيصل الشهري فيصل المطيري جالس يتحكم. فيصل المطيري امس يقول اخصم عليك يا فيصل الشهري. بعدين لاحظ هذه يوم قبعت، فين فيصل المطيري؟ لا ولا شيء. يوم خلاها تقب بين الرديدين، فين فيصل المطيري؟ هو يعطي أرقام بس. يقول واضح ما يحتاج سؤال يا معيان، فيصل الشهري أنقى من الشاش وقلبه أبيض، وفوق هذا شخصيته وحدة ما عنده وجهين ولا يرمي بالكلام. سمعت يا عبد الله خماش؟ نعم. طيب يعطيكم العافية. كنت أتمنى والله عبد الله خماش أنك تكون حجتك أقوى من كذا. والله أنا والله إن يا أبو علي إذا مثبت وجهة نظره على الفرص اللي أعطيتها إياه انه ما عاد يثبتها في اي مكان. هو ترى يظن الحين انه يبي اهم شيء منصور ولا فهد يسكتون. في جمهور قاعد يسمع كلامك. الجمهور يسمع كلامك انك انت علمت على فيصل المطيري شيء تحت الهواء واقريت على فيصل الشهري. على فيصل الشهري قبعته
أنت محمد الفهري. بينما نجد محمد الفهري تقول لا ولا رحت ولا تهاوشنا ولا شيء. المخرج يكلمني الآن يقول أنا قطعت على هوشة خماش وبن فهري وزعل شديد من بن فهري على خماش لأن خماش حاول يصطف مع فيصل الشهري ويأخذ الشو. لم فيصل الشهري لو النسمة فيصل الفهري ولا فيصل المطيري ما صمم بقى كذا من عبد الله خماش. طيب في تلاعب من خالد الشبراني في الكابينة لدرجة أنه صار يرد على الجمهور ويقول صوتوا لخالد الشمراني فريقنا فريق كذا. إلى أي أنا ما عندي مشكلة خالد الشمراني بس الكابينة دي متى ننتهي منها يا فهد؟ قفلوا شيلوها يا أخي خلاص شيلوها بالونش حق عبد الله خماش. لا إذا كان أنا أطالب الإدارة إذا كان فعلا في تلاعب في الكابينة ما عاد نحتاجها تغلق الكابينة خلاص المفروض يصدر قرار الآن إن الكابينة تغلق نهائيا. طب أعطونا في مقطع يا فهد يتكلم يعني شوف يقول لك حشفا وسوء كيلة يعني الواحد يروح يسوي خطأ ثم يروح يترف على الهواء يا أخي أي شو هذا راح يرد ويجيب هذا الشباب أعطونا المقطع بالله لا تعليق عبد يعني خالد الشبراني كان يسقط على الجمهور وهو اللي يرد على الجمهور شيء غريب ايه. والله العظيم والله شيء غريب ويرد على الجمهور يقول له ما فريقه نعم يعني يخلوا يلا صوتوا الفريقي ما هو انت تشوف ان الجمهور يحركهم فهد معيان على حد قولك انت اللي تقوله كيف ترد عليهم بعدين تطلبهم المفروض انه يعني الموضوع خالد الشبراني له تقريبا يومين المفروض انه قد فصل فيه خلاص قطع بت هذه أخذت في مسألة الكابينة أخذت أكبر لو كانت هذه مسابقة من حلمة بين مسابقة واقع ما ناقشنا الكابينة زي كده والله العظيم الكابينة مسألة كبيرة مرة كبيرة بعدين أنا 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 بسوي مبادرة الآن اسمح لي أنا حاب يعني أمون عليك وأمون على عبد الخالق وأمون على وليد وأقول أن فيصل الشهري يا فيصل الشهري إن لم تخرج بأصدقاء من هذا البرنامج من زملائك فاعلم أن أعضاء كلام اليوم أصدقائك تعالنا إحنا ما راح نعلم بالكلام اللي تقوله لنا تحت وتمزح معنا تحت الهواء إحنا ما راح نقلب عليك عشان علبة موية ولا علبة بيبسي إحنا يعني صدورنا أوسع من كل شيء وأنت رجل لطيف تستحق منا المعاملة الحسنة وأنا الآن عرفت يا فهد ليش كان فيصل المطيري متأثر شديد يوم طلع مهر التويماني لأن أنت في زمن عزة فيه الصديق ماك يقول هذا جاري يا جماعة يعني الأحداث بدأت يربط بعضها ببعض طيب بالنسبة على موضوع الكابينة للمعلومية مشاهدينا الكرام الخط اللي جالس يرد عليه خالد الشمراني خط ثاني ما جالس يطلع على الهواء ولا جالس يحسب في الاتصالات ولا أي شيء فمن باب عدالة المنافسة أن نوضح لكم الشيء هذا آخر شيء بختم معك يا فهد متسابق يخرج من البرنامج يفتح سبيس في تويتر أو يفتح بث في التيك توك ويعطي اعترافات ويعطي نجومية ويعطي أشياء وأنا أصلا هربت وأنا مدريش وأنا مدريش إيش رأيك بالله فهد؟ أنا أشوف إعلاميا وأنت عرف مني أنك الآن تضيع أو تقلل فرصك في مسألة أو تقلل فرص حصولك على وظيفة مستقبلية أو عمل أو تعاون بينك وبين أي كيان يشتغل لأنك جالس تكشف ما خلف الستار إذا هربت فاصمت خلاص اسكت لأن أبغاك تعرف حاجة أنت لازلت ملزوم بعقد يعني متى يعني القناة متى ما احتاج أو البرنامج متى ما احتاج أنه يحاسبك على كلامك هذا خلاص يحاسب قانونيا الخروج من القرية بدون إذن هذا على شرط جزائي وأنت اعترفت الاعتراف سيد الأدلة احرص على مستقبلك الإعلامي هذا مسألة لا تليق اقبلها من صديق الآن ما بقول لك أنه مقدم ومتسابق اقبلها من صديق إعلامي الجمهور لا يحب الذي يأتي ويتباهى بعنترياته السيئة خلاص مدام راحت اجعلها للريح هذا لا يصح أنت الآن جالس تقلص فرصك التعاونية مع الكيانات مع القنوات هذا أمر خاطئ يعني طيب جنوبية الهواء تقول مرة حجة كل التغييرات طبعا عن اللي صار مرة حجة خماش ضعيفة ومداخلته أضعف جاوب على السؤال اللي طرحه وخلك من التحزبات أتمنى أنه هذا يعني ما يكون يعني من جروب الواتساب ولا أني أنا اللي غرد ولا أنت يا فهد جالس يغرد لا الكلام كشوف كلام أنا أشوف كلام خالد الشبراني مردود عليه
هذا هو يا جماعة خالد الشمراني، لا يحترم مقدم، لا يحترم قناة، لا يحترم جمهور، لا يحترم كيان، لا يحترم، ما يحترم أي أحد. حتى يوم يتكلم، شوف شوف شوف، أنا أسميه غباء عاطفي. ليش؟ لأنه يقول جمهوري ما بيخدع لي. طيب جمهور منصور، من الذكاء العاطفي إني أنا أحاول أسحب جمهور منصور وأسحب جمهور فلان وأسحب جمهور عبد الله وأسحب، صح ولا لا؟ صح. ما 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 أسقط على الجميع، أتركه من اللي يسوي في هذا معيان اللي يسوي في هذا معيان، علنا لله وإنا راجعون. هذا هذا معيان. أنت تجي تبغى، أنت متساءل، أنت في حاجة، أنت أتيت هنا تبحث عن هؤلاء الجمهور، تسقط عليهم وتخطي عليهم لي؟ نعم. طيب، في تغريدات طبعا أنا أترفع عن قراءتها بصراحة، فيها مصطلحات قوية جدا. الشباب، أعتذر منكم مشاهدينا الكرام، أعتذر من فهد، كنا نحاول نخرج بمعلومة لكن شفت الضجيج. محمد المدروع يغرى التغريدة، التقاطع، يقول خبر فهد معيان هديته في مكتب المدير. بيض الله وجهك. دخولية المزارع اليوم كانت من أفضل الدخوليات. أنا أحييها، أتمنيت لو أني موجود لأني أرى أحبهم أحييهم. يوسف المزروعي أفضل متسابق في زيارة رصيدك تبعني. نعم. طيب، ترى الهدية موجودة من أول بس توم أعطونا فيها. أحبه يا كرام، في مشكلة كبيرة أنه الجمهور يبغى يحصل على معلومة. أنا أقول لكم ما قدرت أخذ معلومة من الشباب بصراحة، ضجيج إزعاج. دائما العربة الفارغة تصدر ضجيجا أكثر من العربة الممتلئة. لو كان في حجج، لو كان في معلومات، ما سمعنا كل هذه المقاطعات ولا سمعنا كل هذا الهجوم. وبس يطلع عنهم الكاميرا يقومون يهجمون على بعض مرة ثانية. ليش ما يأخذون محمد العيرم مثال يا أبو علي؟ محمد العيرم مثال المتسابق المميز الذي يأتي لكم في شروم يوضح وجهة نظره، يقول حجته، يناقش يناقش الأفكار للأشخاص، رأيه في رأسه، يعرف خلاصه، يعرف متى يبيع ويشتري في 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 سوق النقاشات. أتمنى أن المتسابقين، حتى نقاش أمس ما خسر فيه أحد، أتمنى المتسابقين يعني يحذون أحد. وه فهد معيان متعاطف مع فيصل الشهري. إي والله متعاطف، ما زعلوا عليه غير هو مخطي عليهم. ما هم محاربينه، لا والله متعاطف. يا أخي يا أخي، جيتكم واحد، جيتوني يا جماعة، يا أخي ناقشني واحد يا أخي من الأدبيات، واحد منكم يرد عليه بعدين أمسكوني تحت الهواء. الحلول كثيرة، ما هو بالمنظر السيء اللي تحت أمس، اللي أمس تبيعونه تحت الهواء فوق الهواء كل شيء، ما يصلح. اليوم أهدوهم الشباب عصي، يعني هذا الطراز الشعبي التراثي كذا، أخذوه قبل ضرب بعض. إيش تبغون يعني تسألني إيش تبغون؟ أقول كفو ما شاء الله عليكم، هذه هدايا الناس اللي جاءت عناكم. جاء محمد المزروع يطالع فيهم، عيب عليكم. إيه لا 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 لا، عيب عليكم شغل، عيب عليكم. هذا يمثل، هذا يمثل ناس، هذا يمثل تراث يا أخي، ما يصلح ما يصلح. ما أنت لن ترضاها على نفسك يا أخي، هذه هي مشكلتنا يا أخي، هذه هي مشكلتنا، مشكلة ذلك الحزب، ذلك الفريق، إن عاد نخرب على أخويانا، نطلع أخويانا في صورة سيئة بس خل شيء يجينا. طيب أنا بيع تجيش، قال صالح بكسر يوم سألته في بداية البرنامج، قلت يوم تضرب الشباب بالعصا هل يستحقون الضرب؟ قال نعم يستحقون الضرب. هل يستحقون الضرب؟ نعم يستحقون. أتفق مع صالح. نشكر صالح. طيب نشكر صالح على مكسر. نشكركم مشاهدينا الكرام على وقتكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد نصيب الجاي عيد الذكريات، مرحبا واليوم زاد الشوق فينا، تاج عز وما